طبعا الحمد لله على التصدر، بس هي مجموعتين شغالين في يوم، وهو الاسم مهرجان، يعني هو مش دوري، هو مهرجان، والغرض منه طبعا بنرفع الضغوط عن الولاد، ما بقاش في ضغط عصبي ولا ذهني ولا اي حاجه بالنسبه للولاد، بينزل يلعب بيأدي اللي هو اتمرن عليه خلال الاسبوع، وبنرفع الضغوط على المدربين كمان وعلى اولياء الامور، ما بقاش في حده بينهم ولا تنافس بينهم ولا جري على النتيجه ولا كلام من ده، لا احنا بنلعب، حتى السكور شيت بتاع المنطقه ما فيهوش نتيجه، يعني احنا بنأدي الماتش واللي كسبان خسران متعادل، كل واحد بيسلم على بعضه وهو خارج. انت المراحل السنيه الصغيره المطلوب منها مرحله تعليميه، فانت بالنسبه للولد مربي، مربي مدرس اب، بعد كده يجي اخر حاجه موضوع الكوره وكلام من ده، لان انت بتقابل معاك في الفرقه 25 30 لعيب ب 25 30 عقليه مختلفه، فتبص لنفسك انت عايز تعود كل الناس ديت تتعامل على دماغك انت، فانت بتضطر انك انت تنزل لهم، هم صعب في المرحله السنيه الصغيره ان هم يطلعوا لك ويطلعوا للفكر بتاعك، لكن انت سهل ان انت تنزل لهم وتتعامل معاهم من هذا المنطلق. اللي هيقدر يستحمل ويقدر يكمل ويقدر يطور من نفسه ويشتغل على نفسه كويس طبعا مع الاخوه الافاضل المدربين في قطاع الناشئين، ده اللي هيقدر يوصل ان شاء الله. الالتزام والنظام هم اول طريق بيوصل للولد في النجاح. طبعا الالتزام والنظام والالتزام مش في الملعب بس، لا ده بره الملعب كمان وفي الدراسه، لان احنا دايما ناكد على الولاد دايما خليك ماشي في الاتجاهين، الدراسه والكره ماشيين في اتجاه واحد، هما الاثنين عشان تطلع كمان لما تكبر تبقى لعيب مثقف، لعيب مدرك بالاحداث اللي بتحصل حواليك، تقدر تلم المواضيع كلها وتقدر تتعامل مع الظروف والمطبات اللي هتقابلك في الطريق، تقدر تتعامل معاهم بصوره كويسه وانت لاعب مثقف. انا اسمي عبد الرحمن سعيد الشيمي، بلعب مواليد 2007، مركزي مهاجم، جيت الاهلي عن طريق الاكاديميه، ومن الاكاديميه او طلعت مع اول اختبارات وبعدها دخلت، تعلمت الانتماء والروح القتاليه والكوره كلها. انا اسمي ادم محمد، بلعب في النادي الاهلي مواليد 2007، مركزي باك ليفت. انا قلت للكابتن ايمن والنبي انا بلعب باك ليفت زيك، ينفع التيشيرت؟ فادهولي. انا اسمي ابراهيم نافع عبد الدايم، مواليد 2007، مركزي مهاجم، كنت في الاكاديميه وكابتن تامر حفني طلعني بيقول لي لازم يبقى عندك روح قويه، ودايما بلعب على المكسب، ولازم ناخد مركز اول على طول. انا اسمي حمزه علي عماد، مركزي مهاجم في النادي الاهلي، رجع يعني طلعت من الاكاديميه، انا قاعد في الاهلي بقالي 4 سنين، كابتن تامر حفني قال لي ان الاهلي ده احسن نادي في مصر، لازم يبقى عندك روح قلب، لازم مركز اول، مفيش حاجه اسمها مركز ثاني، مفيش خساره مفيش تعادل. اسمي كريم عمرو، مواليد 2007، بلعب باك رايت. انا جيت النادي الاهلي عن طريق الاكاديميه بعد ما كنت تامر حسني اختارني، تعلمت العزيمه والروح والقتاليه، والعب في اخر دقيقه في الماتش. انا اسمي احمد الشيخ، بلعب في النادي الاهلي، طلعت عن طريق الاختبارات، وكابتن تامر اختارني، على طول بيقولوا لي لازم تلعب راجل عشان ما تسيبش مكانك في النادي، ومفروض اللي هو في ناس كتيره متمنين ان هم يلعبوا في النادي ده، فلازم احافظ على مكاني وعمري ما اسيبه. انا اسمي يوسف شريف، انا شهرتي كهربا، بلعب هاف يمين. انا جيت النادي الاهلي 2008، وانا جيت النادي الاهلي عن طريق الاكاديميه. نادي الاهلي هو لازم يكون المركز الاول، عمره ما هيتعادل او يخسر، احنا بنكسب على طول.